رحت يا معلم طبعا سالت الاول فقلت لهم عايز اجيب لهاني انبوبه عشان عارف ان هاني ظروفه صعبه اليومين دول. ايوه بعيد عنك. قالوا لي الانبوبه لو هتجي لك البيت دي محتاجه رشاوي وفلوس كتير والضعف فاصحى بدري وانزل على اي مستودع انابيب ظبط نفسك كده. فقلت والله انا ما خدتش التجربه دي بقالي فتره يعني. لا رحت بجد استاذ. رحت يا عم رحت. امال انت غالي هاني عندي والله العظيم. سيبك من غير انبوبه يعني. انا عارف بس مش لدرجه انك تروح يعني وتقف. ده انا مراتي هتتضايق دلوقتي اني ما جبتش انبوبه لنفسي لغايه دلوقتي. قلت يعني يا انت يا انا. فقلت انا جاي لك ضيف النهارده ما تقابلناش بقالي كتير. اقول لك على حاجه اعزمكم انا اليومين اللي جايين. والله يعني اي حاجه محتاجها انبوبه هتلاقيني بكلمك على طول يعني. حلو ده. وبعدين وانا واقف في الطابور قابلت واد يا عيني ماسك مايك كده. قلت ايه اللي جاب مايك ايه وانا هنا برامج ولا ايه مايك. وبعدين اكتشفت في الاخر انه المراسل بتاعك. ايه ده؟ اوعى تقول لي هاني براءه. هاني براءه. انت بتتكلم جد؟ بس اعتقد انه ما خدش براءه المره دي. يعني اعتقد يعني اولا انت لازم تطمن عليه لانه تقريبا توفى تقريبا. لا حول الله. لا انت بتخضني ليه؟ والله هو قال لي خد دي واجري انت وانا هتصرف. حد يطمن عليه طيب؟ طمن عليه والنبي بجد بجد في مشكله. بعتوا تقرير؟ طب تعالى نشوف التقرير. شوف التقرير. كما نرى اعزائي المشاهدين انا طابور انابيب باطول من الايام وكما نرى زي ما انتم شايفين كده والناس كلها شايفه انابيب. الله الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجم النجم النجم النجم. مش مصدق نفسي استاذ احمد. استاذ احمد رزق انا مش مصدق حالي بنفسك بذاتك. لازم نقف في الطابور. احنا اليومين دول بقينا كلنا بنقف في الطوابير. طوابير العيش طوابير الانبوبه. بس انا قلت يعني عايز اعمل واجب مع واحد صاحبي قلت اجيب له انبوبه. ما هجيب له ايه في الظروف اللي زي دي؟ النهارده الانبوبه هنا ب 8 جنيه لو جت لي لغايه البيت هدفع فيها 30 40 جنيه. لا. انا اولى النهارده يا معلم. الانبوبه بقت زي الشبكه والشقه حلم كل شاب وفتاه. بصراحه النبي صلاح النبي الناس بتزغط. ايه الف الف مبروك يا حاجه عقبال المنظم ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالى الف مبروك الف مبروك. ايه ده انت طلعت بانبوبه؟ قول لي ايه شعورك بعد ما خدت الانبوبه؟ الحمد لله عملنا اللي علينا وربنا وفقنا وخدت انبوبه وبعد الانبوبه دي لمصر. خدت ايه؟ الانبوبه يا جدع. خد الانبوبه. الواد بقه وقع من الوقفه طول النهار يا عيني. قول الحمد لله. الحمد لله. الله اتكل على الله وقول الحمد لله. بقول لك ايه تعالى انت صفيف وقليل كده انت شايف ظروفي انا عامله ازاي؟ هتظهر في وسط الناس دي وطلع لي بانبوبه حلوه كده عشان عايز اعمل واجب مع واحد صح. هتعمل معايا واجب؟ هعمل معاك الصح. هتبصني؟ والله هظبطك. بص اهو هتبص. شد حيلك. خبط نفسك. يلا خناقه دي ولا ايه؟ يلا. لا 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 ده مش هينفع كده. انا بقى اخوك هاني بقى اهم معاك الصح والمظبوط. يلا يا معلم امسك ده. ايه ده؟ ايه ده 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 النبي قول لهم هاني براءة تبع مستودع الانابيب. هاني براءة ايه؟ هو انت تابع برنامج ايه؟ الليله مع هاني. يا نهار اسود. الليله مع هاني؟ ده انا كنت بعمل الواجب ده مع هاني. طلع هاني بنفسه بقى تجيب انابيب. على العموم انا معايا امانه لازم اقول لهم كان معكم المرحوم شهيد الانبوبه هاني براءة من امام مستودع الانابيب. السلام عليكم. خد واجري. امسك. خد واجري. يلا بينا. حبيبي شكرا. شفت غلاوتك؟ لا 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 طب سوري يعني شفت غلاوتك عندي؟ يا عم ده انت كنت جبت لي شوية غاز كده في كيس وخلاص ما لقيتش والله ده ايه ده؟ لا لا مفيش ولا غاز ولا أي حاجة. أنا قلت أجيب الأنبوبة بس. طيب إيه طمنا قالوا لك إيه على الواد؟ إيه أخباره؟ عايش عايش.